جدا سعيد، جدا ممتن، جدا مبسوط، وان شاء الله خلينا التوفيق فايزي. الشعور حاليا لا يوصف وفوق الخيال، والحمد لله على كل شيء. اوجه كلمه شكر لجميع الناس اللي ساعدوني وعاونوني على هذا، وان شاء الله يا رب نمثل المملكه خير تمثيل في مسابقه ايسب، وطبعا هممنا حتى القمه زي ما قال ولي العهد برؤيته اللي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، ويا رب نرفع راس الوطن للقمه دائما. وشكرا لكم دعواتكم. ان شاء الله عقبال ما امثل المملكه في ايسب دعواتكم لنا كلنا. وطموحي اقدر امثل المملكه في ايسب ان شاء الله. شكرا لكل احد ساعدني. شعور شكر وامتنان لكل اللي دعموني لين وصلت لهنا، لاني ابدا ما وصلت لوحدي. شغلنا وسهرنا الليالي لطلب العلا، والحمد لله ربنا كتب لنا ما هو خير. ان شاء الله الاعلى ومسابقه ايسب، وبرجع عندكم بالمركز الاول عند ايسف ان شاء الله. اتمنى التوفيق للجميع، وباذن الله بتفوزون، بس كملوا واصروا واصبروا. شكرا موهبه على كل اللي قدمتها لي خلال هذه الرحله، واللي نمى مهاراتي وخلاني اوصل لهذه المرحله بفضل الله. الحمد لله، شعور فرح، شعور سعاده، الحمد لله. بصراحه انا شاكر الموهبه للتجربه. متفائلوا، ربنا يحب المتفائلين. حابه اشكر مدرستي واهلي كموهبه، اكيد عشانهم شجعونا الى ما وصلنا لهذه المرحله. 2019 كنت تابع البث في غرفتي، 2021 الان الكاس معي، اليوم فرحتنا هنا، وبكره ان شاء الله فرحتنا في اتلانتا جورجيا، ان شاء الله في ايسف باذن الله. شكرا.